بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بسان والكرة. نبدأ عدد اليوم بالحادث الأهم وهو قائمة بالماضي، لكن قبل أن نبدأ لابد من التأكيد على أنها مجرد قراءة في القائمة، ولن أتبنى أي رأي سواء ضد أو مع بالماضي أو لنقل ورشة للنقاش. المهم، القائمة شهدت عديد المفاجآت سواء من حيث الأسماء الحاضرة أو الغائبة، وهو أمر متفق عليه على ما أظن. الغياب الأبرز في قائمة بالماضي هو غياب لاعب نيس أندي ديلور. كنت أملك معلومة غياب ديلور منذ الصباح وألمحت إليها في حسابي على تويتر، لكني لم أكن أصدق صراحة حتى رأيت القائمة. مبدئيا، قرار إبعاد ديلور ليس فني، واللاعب ليس مصاب وقد شارك أساسيا في لقاء بريست اليوم، وبحسب بعض المصادر المقربة من بالماضي حدث شيء ما لم يتقبله الناخب الوطني في تربص سبتمبر. حتى هذا المنشور على حساب ديلور على انستغرام في بداية سبتمبر قد تكون له مدلولات. ديلور قال هنا: لبناء سفينة لا يجب فقط أن تجمع الكثير من الرجال وتبدأ في إطلاق الأوامر، أعطهم فقط الرغبة في اكتشاف الأماكن البعيدة أو البحار البعيدة. على العموم، بالماضي سيشرح من دون شك سبب غياب أندي ديلور في ندوته الصحفية يوم الخميس المقبل. بخصوص الغيابات، دائما عرفت قائمة بالماضي غياب الأسماء الجديدة كليا، فلا صداد كحاضر ولا كبال كان حاضر ولا حتى حماش الذي يقال أنه تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها. بالماضي لا يفكر في التجديد بتاتا كما أشرت كثيرا سابقا. دائما مع الغيابات، القائمة عرفت غياب بولايا رغم أنه عاد للمنافسة وشارك في بضعة لقاءات، حتى أنه أكثر جاهزية من بعض اللاعبين المستدعين. القائمة عرفت أيضا غياب غزال مصاب ولم أكن لأشير لغيابه، لكن بما أن بالماضي استدعى لاعبين مصابين فلا يعلم لماذا أبعد غزال. إذن غياب قدجورة يتواصل، الدوري الجزائري لم يقنع بالماضي على ما يبدو. رغم عودته للمنافسة مع شيفيلد، هو مطالب بالعمل أكثر على ما يبدو. من مفاجآت قائمة بالماضي الكبرى إلى جانب مفاجأة ديلور هو تواجد اللاعبين بالعمري وبن سبعيني، ولغاية اليوم لم يتدربا مع فريقيهما، إذن هما لاعبين من دون منافسة، حتى أنهما غابا عن لقاءات اليوم ضد كل من الغرافة وفولسبورغ على التوالي والسبب الإصابة. بخصوص ليماني، اللاعب تدرب على انفراد فقط يوم أمس ولم يتدرب اليوم، وهو مصاب وغير جاهز أيضا، ولم يستدع للقاء الغد ضد سانتيتيان، ورغم ذلك تم استدعاؤه لتربص المنتخب. إلى جديد القائمة، والأبرز فيها تواجد لاعب بوردو عبد الجليل مديوب. تواجد مديوب بالمناسبة لي كان مفاجأة، أولا لأن بالعمري مستدعى، ثانيا لنقص المنافسة. اللاعب شارك فقط في 48 دقيقة منذ بداية الموسم، هل يمكن أن تكون هذه الدقائق 48 كافية ليلعب مديوب في بطل إفريقيا؟ الرأي لكم. القائمة عرفت أيضا عودة بعض اللاعبين، عطال أخذ مكان حليمية في وضع أراه عادي نظرا لفوارق المستوى بين اللاعبين. فارس استعاد مكانته مع المنتخب بعد أن أصبح أساسيا مع نادي جنوة. فارس أخذ مكان خاسف وأراه أيضا أمرا عاديا ومنتظرا. التغيير الثالث هو تواجد أدمو الناس مكان غزال. فحتى لو كانوا الناس بديلا لغاية الآن مع نادي نابولي، إلا أنه يعتبر أهم الموجودين في مركز الجناح مع كبال لاعب رامس وأيضا بولايا، لكن بالماضي فضلوا الناس. أعتقد أن هذه هي أبرز العناوين في قائمة بالماضي. باقي الأسماء باتت معروفة ومكانها محجوز، واستطاعت افتكاك ثقة بالماضي النهائية. ما هو الغياب الأبرز والحضور الأبرز بحسب رأيكم؟ وما هي النقطة التي لم أسلط عليها الضوء في القائمة وترون أنني تجاوزتها؟ والأهم، ما هو رأيكم بصفة عامة في قائمة بالماضي؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات. إلى أخبار محترفين الآن، والبداية بالخبر الأهم والمفرح جدا، وهو عودة غلام. غلام، وبعد غياب امتد لستة أشهر وواحد وعشرون يوما، سيعود أخيرا، حيث تواجد في قائمة فريقه نابولي التي ستواجه غدا نادي فيورنتينا. مدرب نابولي لوسيانو سباليتي، وفي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، قال أن غلام تعافى وهو بحال جيدة، وبعد أن تأكد من جاهزيته قام باستدعائه. أتمنى أن يعود غلام ويشارك في أكبر عدد من اللقاءات، لعل الناخب الوطني يلتفت إليه ويستدعيه، لينهي بذلك مشاكل الجهة اليسرى من دفاع المنتخب.
دائما مع أخبار عودة لاعبين، قائمة نادي تروا للقاء نونت يوم غد عرفت أيضا عودة المتألق الجزائري ياسر العروسي. ياسر العروسي تواجد إذن للمرة الأولى مع ناديه الجديد تروا. ياسر كان قد أصيب في نهاية جويليا الماضي على مستوى الركبة، وهي الإصابة التي أبعدته لأكثر من شهرين وها هو يعود. العروسي عبر مرارا أيضا عن رغبته في اللعب للخضر، أتمنى أن يلتفت إليه بالماضي مستقبلا. بعد تصريحات مدرب برانتفورد فرانك توماس بخصوص بالرحمة، جاء الدور هذه المرة على مدرب ويست هام، والذي نشط ندوة صحفية للحديث عن لقاء برانتفورد. كان من الطبيعي أن يتكلم فيها عن خصوصية اللقاء بالنسبة للدوري الجزائري. مدرب الهامرز سئل عن طبيعة اللقاء بالنسبة لبالرحمة، وهنا رفض مويس الإجابة وأكد فقط على الإشادة بلاعبه الجزائري الذي وجد ظلته بعد عمل كبير كما قال، كما استطاع أن يكون حاسما بالنسبة للفريق منذ بداية الموسم وهو الأهم. أدلى اليوم السبت لاعب مونبوليي تيجي سافانييه بتصريحات مطولة لصحيفة ليكيب الفرنسية في نسختها الورقية. من بين المحاور التي تحدث فيها أو عنها تيجي كانت مغادرة ديلور للنادي وكيف كان تأثيرها على الفريق. سافانييه أقر أن رحيل ديلور كان صعب تقبله لأن ديلور كان مقربا منه كثيرا، لكنه في مقابل ذلك قال أنه قراره وأن على الجميع تقبله. ديلور بالنسبة لسافانييه صار من الماضي ويجب طي الصفحة. لاعب مونبوليي وإن لم يتبنى رأي الأنصار كما قال، إلا أنه عبر عنه في تصريحاته حيث قال أن رحيل ديلور كان وقعه أكبر على أنصار النادي الذين اعتبروا الأمر خيانة، حيث كان الكل ينتظر رفضه للعرض بما أنه روح الفريق، لكنه للأسف اختار الرحيل. ختام هذا العدد سيكون بالحديث عن محرز واللقاء الكبير الذي ينتظره غدا الأحد ضد نادي ليفربول. ليفربول يعتبر من النوادي القليلة التي لعب ضدها محرز كثيرا من اللقاءات من دون أن ينجح في التسجيل، ومنطقيا وعمليا وعطفا على ما قدمه ضد باريس سان جيرمان محرز سيشارك أساسيا، حتى أن كثير من المواقع قالت أن باب سيعتمد عليه على الجناح الأيمن مع إشتراك جيسوس المتألق أيضا في مركز قلب الهجوم. لكننا كلنا نعرف مدرب سيتي وطريقة تفكيره وفلسفته الزائدة في كثير من الأحيان، خاصة فيما يتعلق بقراراته تجاه محرز. محرز للإشارة لم يشارك أساسيا في آخر 5 لقاءات في الدوري، وعليه كسر هذا الرقم السلبي في لقاء الغد إن شاء الله. إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.